ارتفاع كبير تشهده مدينة الموصل بأسعار الأسماك، حيث أصبحت الأسواق تضم أسماكاً معدودة للبيع بسبب الجفاف الكبير وسوء إدارة ملف المياه في العراق. الأهوار جافة، ما بيها مي، سدود، يعني هسه بغداد يعني احنا نقهر عليها أهل الموصل لأن المي ما يصلب. سدد حديثة ينتهي المي كلته. تركيا سادة علينا، إيران سادة علينا سدود، الأهوار جافة. ماكو مال، يعني جفاف. ايران قطعت الوافد يفوتون على الجنوب، واحنا هنا بتركيا من قطع الماي عن الناس. هذا السمك اذا ما ماي قوي وكثير ما يمشي سمك. فقل اي شيء قل يصير علينا ابلع، اي شيء ما له سمك. ازمه غلاء اسعار الاسماك في الموصل فاقمها تدمير احواض الاسماك من قبل السلطات الحكوميه، ليصبح سعر السمك موازيا لاسعار اللحوم بحسب ما يؤكده سكان نينوى. انا من الناس بدي ابيع باليوم اقول 100 كيلو، هسه ما على جيب لي جريه واحده على الميز، يعني الكيلو ب 6000 دينار، الفقير مين يشتري؟ السبب هو الغلا السمك هو المي. المي الاهوار جافه بنسبه اقدر اقول لك 100%. بالاهوار يجف المي، كان يجينا سمك كثير، سمك يجينا على الموصل. هسه قله، لان الاهوار قلت والاحواض مال الاسماك فلشوها. كان احنا اعتمادنا عليها يا زين. احنا هسه يعني هسه شحه بالسمك، ماكو لا جري لا سمتي لا كله، مو قليل يعني زين. هسه سنه سنتين الى 3 سنوات احنا شلون راح نشتغل؟ ازمه ارتفاع اسعار الاسماك في محافظه نينوى تعكس واقع الارتفاع القياسي في مستويات اسعار السلع الغذائيه والاستهلاكيه عما كانت عليه سابقا، وسط فشل حكومي في وقف هذا الصعود المستمر للاسعار وما خلفه من أزمة اقتصادية ومعيشية وإنسانية للمواطن العراقي.